ايوه نعم القدوه والمثل. انا النقيب احمد نجيب من سلاح المشاه. بدات حكايتي من الصعيد. كان عندي حلم ان ادخل الكليه الحربيه، وده كانت سنه 2011 في فتره صعبه من عمر الوطن، والحمد لله ربنا حقق لي حلمي ودخلت الكليه الحربيه. وكنت كل يوم وانا في الكليه الحربيه بشوف تمثال الشهيد البطل الفريق اول عبد المنعم رياض، وحلمت اكون زيه شهيد. وكبرت وكبر حلمي جوايا وتخرجت من الكليه الحربيه، والحمد لله ربنا اكرمني وخدمت بشمال سينا مع الابطال هناك اللي اتعلمت منهم معنى التضحيه والفداء، واشتركت في مداهمات كتير. كل مداهمه فيهم كانت بتزيدني قوه وصلابه، وكل ما يرتقي مننا شهيد للسماء كان بتزيدني عزيمه واصرار اننا نجيب حق الشهيد. وفي يوم واثناء التحرك لمداهمه احد البؤر الارهابيه شديده الخطوره، اشتبكنا مع مجموعه من الارهابيين وقضينا عليهم كلهم. ولان الارهابي جبان وخسيس وما بيقدرش على المواجهه، واثناء العوده انفجر في مدرعتي عبوه ناسفه. استشهد في اللحظه دي الجندي البطل وليد السيد عبد السميع، وانا اصبت ببتر فوق الركبه اليمين وقطع بالاربطه وكسر بالرجل الثانيه. لكن ده ما وقفنيش، ده خلاني عندي اصرار على تحقيق حلمي، لان حته مني سبقتني للجنه. واقتحمت مجال الرياضه وتعلمت رياضه الكاياك والكانوي، ودخلت منتخب مصر وحققت المركز الرابع على العالم. وان شاء الله بدعوه امي ودعمها ليا ودعم كل المصريين هجيب المركز الاول. وان ما شاءش القدر ليا ان اتلف في علم مصر شهيد، لكن ان شاء الله هرفع علم مصر في جميع المحافل الدوليه. واحب اطمن سيادتك يا فندم واطمن كل المصريين، ورسالتي من هنا لاهل الشر، مش هتقدروا علينا لاننا ما بنمشيش على كده بس، لا احنا بنمشي على عقيدتنا وعزيمتنا واصرارنا وحبنا لوطننا. ويوم ما ارتقي مننا شهيد للسماء بيتولد الف شهيد. اي اوامر يا فندم؟